محيطنا أمانة بين يدينا، والحفاظ على البيئة اللي دايرة بينا واجب علينا. جرين مايك الآن. جولة أسبوعية جديدة في قلب الطبيعة في هذا العدد من جرين ماج، تابعوا أهم مواضيعه. بعد توقيف عملية استيرادها، أعلاف الأسماك تصنع في الجزائر. أسطوري، أطنان من المواد الغذائية تكب في النفايات. كيف نحارب التبذير؟ في نصيحة خضراء، حلول فعالة لتجنب القلق والتوتر أثناء قيادة السيارة. وفي هذا العدد آخر أخبار البيئة وفقرات متنوعة. مساء الخير. في ظل تعميم تصور الفلاحة المدمجة، ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية في مجال تربية الأسماك في الجزائر، لكن في ظل دخول قرار منع استيراد أعلاف الأسماك قيد تنفيذ، بات من الضروري تطوير واستحداث إنتاج هذه المادة في البلد. في فقرة صدى البيئة سننقلكم إلى أول مصنع ينتج أعلاف الأسماك في الجزائر. سنقوم بجولة داخل هذا المصنع، نتعرف على طرق إنتاج أعلاف الأسماك، ما هي مكونات هذه المادة، وهل يساهم إنتاجها محليا في خفض أسعار السمك في البلد. التغطية قام بها زميل مهدي أيد قاسي، والريبورتاج تابعه في فقرة صدى البيئة. منذ ما يقارب السنتين من الزمن، باتت وتيرة العمل متسرعة داخل هذا المصنع الواقع في ضواحي العاصمة. نحن داخل أول مصنع جزائري لإنتاج علف الأسماك. هذا المشروع بات يوفر منتوجاً محلياً بعدما اقتصر المعروض في الأسواق إلى وقت ليس ببعيد على المنتوجات المستوردة. بديت في 2016 صناعة الكروكات وبور شاي الشيا، وفي السنتين الماضيتين بدينا أعلف تاع الأسماك لأنه بدأ طالب عليها في الآونة الأخيرة بعد تشجيع وزارة الصيد، وإن عدد المربيين زاد في البلاد بصفة كبيرة، وكم هذا المنتوج هذايا كان 100% مستورد من الخارج، بدينا نصنعه فيه. عملية إنتاج علف الأسماك تمر عبر عدة مراحل. ترحى المواد الأولية كخطوة أولى داخل غرفة خاصة وباستخدام الأجهزة اللازمة. هاجة الأولى، المرحلة الأولى بدينا من شومبرا تاع برواير، وين تترحى كامل لي ماتيار بريمير تاعنا، نخيروهم بون كاليتي، نوجدوا فيها لا فورميل تاعنا. يصنع علف الأسماك انطلاقا من مواد طبيعية تجعل وصفة العلف غنية بعنصر البروتين الضروري للنمو الصحيح للأسماك. مكونات توانا كامل طبيعية، عندنا مايس، صوجا، سون دو بلو، أريز، فارين دو بواسون، فورميل تاعنا ديجا فورميل ستوندار، يقدر يأكل منها بواسون دو دوس، بواسون تاع الأكواريوم. رانا وصلين لانديس دو كونفيرسيون، يعني تاع لاكرواسونس تاع الآخر، اللي يوصل حتى 1.6 1.5، يعني لكل 1.6 كيلوغرام
تاع علف تاعنا يعطيك نتيجة في السمك يعطيك كيلوغرام، واحد كيلوغرام. لا غوسيت تتوجد في شومبر تاع الريحه، تخرج عند الماشينيست، ماشينيست يجوزها في الميلونجور، ميلونجور طلعها ليكستريدوز. هذا الجهاز حلقة هامة لنجاح عملية صنع الأعلاف. تعرض الحبيبات للضغط العالي يسمح بإكسابها خاصية الطفو فوق الماء، وهو ما يناسب تماماً عملية تربية أسماك المياه العذبة. الإكسيدوز هذه هي الماشين كما يقولوا مترس في البروسيس كامل تاع لاليمون دو بواسون هذا. علاش؟ لأنه الإكسيدوز فيها لابريسيون، فيها لا تمبيراتور. لابريسيون تساعدنا فاش انه نخرجوا هذا لاليمون هذا، نسوفليوه شويه، نسوفليوه باش نتحكموا في لا فلوطابيليتي تاعو، يعني يطلع يحبط على حسب الانواع تاع الاسماك. كي يكون كاينه لا فلوطابيليتي ما عندهمش تبذير في المنتوج، يعني واش كلا السمك تاعهم يعني راح يربحوه اون بوا ولا اون فوليوم، ما يروح لهمش في القاع الحوض وين راح يخسر لهم يعكر لهم الماء وممكن يدير لهم امراض ولازم يبدلوا الماء في كل وقت. باقي مراحل انتاج الاعلاف يمكن اختصارها في طبخ حبيبه العلف ثم تبريدها وتجفيفها. تعرض الاعلاف لدرجه حراره عاليه يقلل من المشاكل الصحيه للسمك. ولا تمبيراتور فا سيرفير على بري كويسون تاع لو برودوي، يعني شغل يطيب شويه مي ما يطيبش، سي اون بري كويسون. برك علاش؟ باش لا ديجيسيون تاع لو بواسون شغل تعاونوا انه كي ياكلها تجوز خفيفه في السيستم ديجيسيف تاعو، ما يتعبش معاها بزاف. من الفور يطيبها مليح تجوز الكريساج. من الكريساج كاين مرحله واحده اخرى تجوز عليها، مرحله تاع فروا ديسمون وين كاين لي فونتيلو باش تنشف. من الفروا ديسمون تجوز عند الكوتي تاع لومبالاج. تعبأ أعلاف الأسماك وفقا لحجم حبيباتها قبل تخزينها والتوجه نحو تسويق المنتوج في شكله النهائي. حجم الحبيبات لابد أن يتناسب مع حجم الأسماك. الفرق بين الحجم هو حجم السمك، يعني إذا كان سمك صغير يعني قد ما يكون سمكة صغيرة قد ما يكون العلف يكون صغير. ننطلقوا من 0.8 ملم حتى 5 ملم. الفلاحة المدمجة تصور بدأ في الانتشار بشكل سريع في الجزائر، استغلال أحواض مياه سقي الأراضي الفلاحية لتربية الأسماك، توجه من شأنه تطوير كمية ونوعية المنتوجات الفلاحية والسمكية على حد سواء. من فوائد سمك مياه العذبة ولا تربية الأسماك اون جينيرال هي ولو يستعملوها في الفلاحة المدمجة. الفلاحة المدمجة كيفاش؟ يعني يستعملوا مياه تاع اللي مربية فيها هذه الأسماك في السقي المنتوج الفلاحي الزراعي. وشفنا عند زبائن اللي تاوعنا باللي عطاتهم نتائج إيجابية بزاف بزاف، يعني من جهة انه المنتوج يكون بيو، اقتصاديا راح تنقص استعمال الاسمده، يعني الفلاح ما يشيش بزاف اسمده، والثالثه انه يربح اسماك. التخلص تدريجيا من التبعيه لاستيراد علف الاسماك وتشجيع نموذج الفلاحه المدمجه قد تكون احدى الحلول لخفض اسعار السمك التي لا تزال باهظه جدا في الجزائر. لو كان زعما حنا نولوا نوفروا للفلاح ولا المربي نوفروا له بسعر اقل، حاب يقول باللي ممكن انه في النتيجه انه هو حتى سعر السمك بلوطار راح يكون اقل كذلك.
يعني راح يتشجعوا راح يزيد ينقص هو ثاني في احنا نقصوا السعر وهو يزيد ينقص السعر. هذا المصنع الخاص بإنتاج علف الحيوانات استطاع التكيف مع الطلب المتزايد على أعلاف الأسماك في انتظار توسع النشاط وانتشاره في باقي ولايات الوطن لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، برنامج جرين ماغ لا يزال متواصلا. نصل الآن إلى فقرة إيكو بريس، جولة صحفية لرصد أهم الأخبار البيئية الوطنية والعالمية. كذلك البداية بخبر عن مافيا النفايات الإيطالية، صوماليون ضحايا مخلفات نووية وسامة. في خبر آخر ننقله لكم، النباتات العميقة العلفية التي تستخدم لإنتاج علف الحيوانات هي وسيلة للتكيف مع زيادة الانبعاثات الكربونية. وفي خبر آخر نقرأ، الطيور تضع بيضها قبل الأوان بسبب ظاهرة تغيرات المناخ. وفي آخر أخبارنا لهذا الأسبوع هي خبر عن بطاريات ميكروبية تتنفس غاز الميثان وتحوله إلى طاقة الكهرباء. كل التفاصيل في فقرة إيكو بريس. جولتنا الصحفية البيئية نستهلها بمقال نشرته الجزيرة دوت نت، جاء تحت عنوان النباتات العلفية عميقة الجذور وسيلة للتكيف مع زيادة الانبعاثات الكربونية. في تفاصيل يتعلق الأمر بالنباتات المستخدمة لعلف المواشي، جذورها الطويلة تساهم في تخزين الكربون في طبقات التربة العميقة، وقد استطاع الباحثون قياس نسبة الكربون المتراكم في التربة فوجدوه متراكما في عمق يزيد على 30 سنتيمترا. كما تحسنت جودة التربة الخاصة بتلك المراعي، ما يجعل الأعلاف الاستوائية مكسبا للمناخ والمزارعين على حد سواء. الجزيرة دوت نت دائما عنونت بطاريات ميكروبية تتنفس الميثان وتحوله إلى كهرباء. في تفاصيل يعد الميثان من أخطر الغازات الدفيئة التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أن العلماء اكتشفوا وجها آخر مفيدا للميثان، إذ يمكن تحويل أقل من نصف الطاقة الموجودة فيه إلى طاقة كهربائية عند احتراقه. كما استطاع فريق بحث إنشاء بطارية من طرفين، أحدها بيولوجي والآخر كيميائي، تستطيع تحويل 31% من طاقة الميثان إلى طاقة كهربائية. تحسين هذه العملية في المستقبل قد يؤدي إلى تصميم بطاريات حيوية تعتمد على الوقود الحيوي، ما قد يقلل من الضرر الناجم عن غاز الميثان. الطيور تضع بيضها قبل الأوان بسبب تغير المناخ، عنونت مجلة أخبار البيئة. في تفاصيل ذكر الباحثون أن من بين 72 سلالة طيور جرى فحصها وضع ثلثها البيض قبل موعده بنحو 25 يوما. أغلب الطيور المدروسة تتغذى على الحشرات التي تغير سلوكها الموسمي كذلك بفعل المناخ. هذه التغييرات قد تكون سبب فقدان الولايات المتحدة وكندا لنحو 3 ملايين طائر منذ سبعينيات القرن الماضي. مافيا النفايات الإيطالية، صوماليون ضحايا مخلفات نووية سامة، هو عنوان تحقيق نشرته مجلة العربي الجديد. التحقيق يكشف عن آثار حاوية نفايات نووية سامة دفنت في تسعينيات القرن الماضي بالساحل الصومالي عبر مافيا إيطالية استغلت الحرب الأهلية، ما تسبب في نشر أمراض خطيرة بين الأهالي. حاويات النفايات المدفونة بدأت بالظهور بعد إعصار تسونامي عام 2004، تم فحصها خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 حتى 2010، كما تم التأكد من احتوائها على مواد مشعة وسامة، وتشمل المشاكل الصحية المترتبة عنها التهابات الجهاز التنفسي ونزيف الفم والبطن والموت المفاجئ بعد استنشاق المواد السامة، فضلا عن انتشار مرض السرطان والتشوهات الخلقية والإجهاض
في المدن المعنية. هذا ولا يطبق القانون المحلي والدولي بسبب ضعف المؤسسات الحكومية في الصومال حسب المسؤولين المحليين شمال البلاد. في فقرة بيئة مكافحة التبذير. مؤسسة جيسيتال هي مؤسسة ولائية ذات طابع صناعي وتجاري، تقوم مهامها الرئيسي هو استقبال ومعالجة النفايات المنزلية الهامدة والنفايات الخضراء. في استقبال هذا المادة بشكل يعني استثنائي، وهو منذ 2014. المادة راهي تترامى بشكل غير عقلاني، ماشي غير الخبز اللي ويترمى الخبز، الحلويات. حتى يعني المبلغ تاعه المالي يؤدي الى الانسان يشري بدون يعني اخذ حيط تاعه، ويقول باللي هذه الماده راهي تكلف شحال من مبلغ، وهي شحال راهي تترمى مع النفايات.
فيها لتنظيف المساحات الكبرى وسقي المساحات الخضراء. من الصعب على السائقين تمالك أعصابهم في قلب زحمة السير أو أثناء الأيام الحارة أو أمام المخالفات والتجاوزات الخطيرة لبعض السائقين. في نصيحة خضراء، نصائح فعالة لقيادة آمنة دون قلق أو توتر. قيادة السيارة ليست أمراً ممتعاً دائماً، قد تتحول إلى مصدر للقلق والتوتر خاصة داخل المدن المزدحمة أو أثناء الأيام الحارة وخلال الوضعيات الجوية المضطربة. لتخفيف ضغط القيادة أثناء الازدحام، لا تهتموا بمتابعة هفوات السائقين السيئين توبيخهم مع كل خطأ يزيد من قلقكم وتوتركم. جربوا طرقاً مختلفة للوصول إلى مقصدكم، عادة ما تساهم بعض الطرق الجانبية في مواجهة الزحام المروري. لقيادة أكثر هدوءاً، اخرجوا من منزلكم قبل الموعد بمدة كافية. سيجنبكم نصاب فقرات جرين ماج لهذا العدد اكتمل. بخطوات بسيطة نتقدم نحو أسلوب حياة صديق للبيئة. راسلونا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة، نحن نأخذ بعين الاعتبار كل اقتراحاتكم، وتفاعلوا مع فقرات البرنامج على صفحات قناة الشروق الافتراضية. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بحول الله، تذكروا دائما أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة.